اخوان انا عندي بزاف ديال النزاعات مع بزاف ديال الناس، ما عمرها حكات بيا الامور انني زعما ندير شي شكايه ولا شي حاجه بحال ما كاينش. كنت كنقول زعما ما كاينش لاش تضر بنادم، وما كاينش لاش زعما دير شي حاجه اللي خايبه واللي هي كتنافي المبادئ ديالك. اوكي، اولا غنبدا بواحد الغلط اللي هو درتو خصني نعترف به، هو اللايف مع ملولي. هذاك اللايف اللي درت كان الهدف منه هو نهضر في واحد لا موتيفاسيون، ونهضر في واحد اللعيبات اللي يقدروا يفيدوا الناس اللي ولا الشريحه اللي كتشبهني في المجتمع. فاذا به جبد لي الموضوع ديال داك الشيء اللي واقع، قلتش انسيستا، قلت اجي نوضح. وانما ما قلتش ليه صراحه حل لي المشكل مع شي واحد، ما قلتش ليه اجي صالحني مع شي واحد، ما قلت ليه حتى شي حاجه. هادشي ما كيعنيش انني واحد الانسان جاحد ولا ما باغيش نتصالح ولا ماشي، حنا كلنا تنقلبوا على السهله، مي انا ماشي ظالم باش نطلب الصلح. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه، انا شفت داكشي وكاك ما فهمتش شي حاجه في اللايف الاخر اللي كان دار، بدا تيهضر على شي فيديوهات ديال 2017 على اساس زعما انهم واقعين دابا. قدر نكون درت شي حاجه اللي هي غلط في الباسي، مي هادشي ماشي يعنيش انه بنادم خصو يحطها ويردها ديال دابا مع هادشي اللي واقع دابا. دونك بناء على هادشي كامل اللي وقع، انا عبد ربي عاد بلا ما قلت، انا واحد الانسان اللي نتوما بغيتوه في الاول، وانتوما اللي شجعتوني من الدرجه الاولى. الور شخصيه تكون واحد الحاجه زعما واحد بيرسوناليتي بيبليك كما تيقولوا، ولا شي حاجه بحال ما بيرسوناج بيبليك، ما عرفتش المصطلح بالضبط اللي غادي نقول. وانما دابا المشكل فين واقع؟ المشكل كاين في التباس الحقائق، كل واحد كيفاش كيتخيل. دونك باش نكونوا واقعيين، انا لو عندي مشكل مع شي واحد عمرني غادي نلجأ نضر ولا ندير لي شي حاجه هكا، لان انا واحد الانسان هادو بلا ما قلتش انا ما كنفكرش خايب وبعيد على هادشي كامل، ديما تنحاول نكون بوزيتيف لا مع راسي لا مع الناس كاملين اللي كيتبعوني. الور كان واحد الخلاف من وراه تعرضت لواحد الكلمات ديال جونغ راه سالت لك الحصانه يلاه كالي على راسك دابا زعما كذا كذا. فاذا بي وقع داكشي ورا هذيك اللعيبه ورا هذيك الهضره، يعني المعنيه بالامر نكر انه صيفط لي حتى شي واحد، نكر داكشي كامل. اذا انا ما غاديش نطيح لك الباطل كما قلت، انا ما باغيش نلصق في حتى شي واحد وما غنطيحش عليك الباطل، وانما غنمشيو بالامور بواحد الطريقه اللي هي منطقيه. قلتي لي يلا وجد راسك كالي على راسك الدق، اوكي من وراها تبعوني في طوموبيل مدججة بالأسلحة في الشارع العام وصوروني. اوكي انا تابعيني بزاف ديال الناس في طوموبيل وازين معهم وجين معولين يديروا شي حاجة، واش في نظرك انها رجولة انني نوقف نتعرض لشي حاجة اللي هي غلط وغتصور غتصور؟ اذا كان احسن حل عندي بالنسبة لي انا منطقيا هو انني نهرب ونصور هذوك الناس اللي تبعوني، لانه كنت نقدر نخرج في ستوري، تقدر تردني كذاب، تقدر تردني بسطيت، تقدر تردني بغي لصق فيك. اوكي انت ما قلتيش، قلتي ما عندكش علاقه بالتهديد، ما عندك علاقه بحتى شي حاجه، ما عندك، ما صيفطتي لي حتى شي واحد. هذوك الفيديوهات اللي بارطاجيتي ديال هذاك اللي خارج ارض الوطن وهذاك الشيء كامل ما غنهضروش عليه، باش ما نتسماوش ضحايا وما نتسماوش كذا. انا غادي نطالب بالحق المدني ديالي مع هذوك الناس اللي تبعوني، الا ما كانش عندك بهم علاقه دونك ما كاينش مشكل، انا ما بغي لصق حتى شي واحد. ثاني حاجه، وسط اللايف وقفات واحد الطوموبيله اللي هي سيات ايبيزا الزرقاء واو 6 ترقيم الاخر ما عقلش عليه بالضبط، قلتي هذاك صاحبي وزعمتي شي حوايج اللي ما خصهمش يكونوا. دونك حنا غنمشيو مع دوك الناس اللي تبعوني، طوموبيل كليو 4 كحله ماتريكل 1796000، المهم عندي الماتريكل مقيد حيت صورته في الفيديو، وانت نشرتي داك المقطع لي سوا ديزون كتقول انا خوك الصغير، وصرتي داك المقطع اللي فيه هادوك تيسبوا ليا في والديا، ما نهضروش على هادشي كامل. الحاجه الثانيه هي ديك الطوموبيل اللي وقفات وسط اللايف. اوكي غادي حتى هو نتابعو باش تبان الحقيقه، باش الا كان صاحبي نشد انا وياه، ما كان صاحبي ما كاينش مشكل، الله يسهل عليه لي سميتو ديك الساعه نقدروا نلقاو حلول اخرى. المهم هو تبان الحقيقه، نبان انا واش نكذب على الناس ولا نبان انني عندي الحق. هذه الحاجه الاولى.
وانا ولد من نقول انا واحد الانسان ماشي ورينيش بنادم شنو تندير، ما عنديش شي بادري ديالي، ما عنديش شي واحد اللي كيقول لي اش خاصك دير. كنحاول ناخذ الاختيارات ديالي، والاختيارات ديالي كنعتقد انها اختيارات صائبه واختيارات صحيحه. كنا اونصومبل واحد الوقيته، من بعد شفت انايا داكشي اللي كنطمح ليه، بان ليا ماشي هو داك اللي حنا فيه، دونك اختاريت انني نمشي وخليت الامور كامله في سلام. وشي حاجه عمرني اتاكيت شي واحد، عمرني سبيت شي واحد، ولا كنت كندير موسيقى اللي هي ناجحه راه ماشي المشكل ديالي هذاك، ما انا ما غير مسؤول على انني نكون ناجح ولا ماشي ناجح، انا خدام ولا ما خدامش، خدام على راسي. المهم الدراري والدريات، باش ما نطولوش هذا اللايف هذا، انا ما باغي نلصق في حتى شي واحد، غنمشيو بالفاكت. تبعني بنادم هز مدارس من حقين ديكلاري، لان كون جا واحد نقدر نلقى انا وياه حل كيف ما بغى يكون الحال، ولكن تبعوني بزاف ديال الناس راه ما يمكنش، باش نكونوا واقعيين. الوغ الدراري والدريات، بنادم لاح ستوريات ديال تخرج العينين وداكشي كامل كبر عليه الماتش، كاين اللي بدا تيحلف، كاين اللي تيقول لك والله ما عندي علاقه بهذا الشيء، كاين اللي كذا، ماشي مشكل، اللي تيغلب تيعف. انت سيدي كتقول ما عندكش علاقه بهذا الشيء، اوكي ما غادي نقول لك حتى شي حاجه، ما غادي ندير معاك حتى شي حاجه. هذوك الناس اللي تبعوني هما اللي بيني وبينهم القانون، كانوا من الطرف ديالك ديك الساعه راه غيبان كل شيء، كانوا ما عندك بهم حتى شي علاقه، راه ما عندك حتى شي علاقه بهذاك الشيء. السلام عليكم، وكنتمنى تكون الامور كلها واضحه، وهذا الشيء هو اللي كاين. السلام عليكم الخوت.